نذكر اليوم قصة ثوبان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ثوبان مولى رسول الله شديد الحب لرسول الله، قليل الصبر عن مفارقته. فجاءه يوما من الأيام ولونه شاحب، فقال له رسول الله: ما غير لونك يا ثوبان؟ فقال له يا رسول الله: ما بي ضر ولا وجع، غير أني إذا لم أكن معك اشتقت لك اشتياقا شديدا، واستوحشت وحشة شديدة، فتذكرت الآخرة وخشيت ألا أراك، لأني تذكرت أنك يوم القيامة ترفع مع النبيين، وأنا أكون في منزلة أقل من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة فذاك أحرى ألا أراك. فأنزل الله تعالى قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.